D'accord, si. Je suis qu'est-ce que tu dis? انا عرفت درتي هدى وحفصه هاد الصباح صبحتي اليوم قلتيني غي انا انا بعدا دانتي حتى شان لكم لا باس ماشي يجبني الواحد يكون حالك الصراحه بعد النهار الصراحه هاد الله الا من نهار دخل رايا القرايه الا بدل لي حياتي تهنيسي. كان ناس بكري وكنفيق بكري والله الا عرفتي ولا عندي النظام وقت جوج ثلاثه راني عرفتي راني في الانستغرام راني كنخن شفتي اليوم ما كنعش والله الا تبدلت حياتي برايا وحق الله وليت 10 11 كاع الا تعطلت كنعس وديك 7 الصباح 8 كنكون ناشطه نايضه وكنقضي شغلي الحمد لله يا ربي صراحه الله الترابي صعيبه شي شويه شوف حساب علاش كتقول في هذه القضيه هذه اش داوي داكشي ولا والله الا هذه صراحه الخضره ملي كتلوالك في الفراس معنا ملي كتلوى في الثلاجه يا الحسن كتبقى فيا نرميها ولا شي حاجه والله دابا غادي غنشوف لها شي حل ما غاديش نرميها باش ندير جديده ما غاديش نرميها ولا ان ياسين كيتقدم مسكين مشى جاب تقضي هذا الصباح جاب عليكم السلام ذكر اش كيقول احسن الزروطه خلصوا الزروطه هيا لا تجيدها مزيانين الزروطه جي الزروطه لا بلا مسكين جاب الصباح تقضي وجاب لنا كل شيء والحوت اختي جاب السوبر ديال الحمار ما نحسب قلقا الصباح اش مقلقا صباح الخير على ولينا راه كتبكي في الصالون وحفصه راه غير كانت غتبكي وسكتة كيش في داك الشدان خايب وبقات كتبكي قلت له لا حشومة مابقاش دابا بحال هكا راه داك المقر مع الصباح ما كنحملوش انا كنبغي نفيق نشطه نضحكو مع بعضياتنا حتى ما في داك المقر هو اقبح حاجه عندي اللي كينقر عليها وكيجيني انا وكيتزلى هو دابا راه كنضحك الموت عادي له بدا الشيء راه كنضحك معاه والله القاسم عزيز عليا الصراحه شوف والله حتى جبت البوس لها راسك قدام المشاهد يلاه سيري على الله مشات في الخطا غادي يقولك راه غادي يتزوج احسن ديالك لا ماشي شوف شوف داك الشيء داك الشيء لا لا شوف لا شوف انا عارفه انا عارفه يا شيخ 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 يا صراحة الله بزاف الناس الحسن كيغسلوا الخضرة وكيديروها في الثلاجة شي واحد العبالة في خيزو تيديروها في واحد البلاستيكة ما تيموتش ما تيموتش ما كي عرفتي أي حاجة أصلا في البلاستيك ما كيوقع لها حتى حاجة الله يرحم الوالدين ولا أنت غسلتيها ودرتيها في الشباك ودرتيها في الثلاجة دابا شكون اللي تيقتلها هي ذاك البخار اللي كيجبدها ذاك الماء اللي فيها وكتلوى خصنا ميكات بوي ما عنديش دابا هادي ها هادي راه غير الماء دابا هادي فقدات الماء ديالها صافي الوقت هادي ما بقاش قدام هادي اش ما فقدات الماء ديالها لا فري فري راه هضرنا في واحد الموضوع شتي داك ديك خيزي تديرو في البلاستيكه اش ما فقدات الماء ديالها راه مازال يخدم اصاحبي شتي شكون عندها ديال صح هي الوات راه مالها طيب يا حسين راه مالها الحمام ياكلها فقدات الماء ديالها يا عمي اسكت والله الا شوف الحاله ديال حسن اقسم بالله واخا كتلوى الخضره شنو كتدير لها الماي كيديرها في كوكوت الله يرحم الوالدين سمعوا النصائح اللي تعجبوني والله والله مازال هذه لافوكا لافوكا تسطح العصير هذه تسطح العصير اصلا هذيك اصلا ما تسطحش عصير اش ما جات فقدات الوعي هذاك خونا كلا واحد الكفته واحد خونا كلا واحد الكفته كلا نص ب 50 ريال نص قدو قداش باش قال لك جات الكفته بقيتي تدلق زعما غادي يدير الحوار لينا خيتي يرنط يا عرفت شفت واحد الفيديو ديال الفلفله قال لك هذه الفلفله هذا اللي صيفطتها لك هذاك كيكون فيها بزاف ديال هذا ماشي خمسه الا كانوا خماسيه راه حلوه هذه راه كتكون نتوا كتكون حلوه زوينه هكا في الشلايط ولا كانوا اربعه تيكون ذكر تتكون حاره هذه لا خدامه شي واحد جوج ثلاثه اربعه بصح بصح هذه بحال هذه كنشاهد انا في هذه النصائح هذو باش نصحكم هذه كتكون زوينه غير في الطياب كتكون زوينه في الشلاضه حيت كتكون شويه حاره شويه في الشلاضه كنا البارح واحد سميتو شي قول لما حصل لك كنا البارح هذيك زعلوك لك لينا زعلوا
زعلو كاع سد فمك شويه علاش شوفوا انا تشهيني وانت ما راعيتيش للشعور ما راعيتيش للمشاعر ما راعيتيش ليا كاع الحسن عيانة حارة خايبة عيانة والله يا خايبة عيانة يا رب عندي تسعيلك دابا ان شاء الله اللي غيحمك ان شاء الله انا جبنا خويا ياسين الحوت ان شاء الله يا ربي طلعت العرا ما كتنقي الفوق وانا غنخليكم تاخذوا راحتكم هنا فين هي هدى ورينا هدى شفتوا معنا الغبار اول ساعة عطيتي ساعة الهدى راه اخر مرة كنحضرك عطيتي ساعة الهدى وقسم بالله هذه المرة تنخرج انا نشكي على المشاهدين وانا كنقول لك عاودني منك ايوا مويه انا كنقول لك عطيتي ساعه الهدى بعد عليا مرض هري زينه وكتزيدي تكملي لا والو ولي الدنيا بالملحه غيكون دابا مشاهدي واش نلقى هو راه غير خلقها واحد شويه والله العظيم ماشي الشبيكه ديالك متابعين الاوفي دابا غادي نطلعوا السطح هدى اختي مع فراقة ما كايناش الله يلاه غنضحك معاها بقات كتبكي دابا شفت شكات الوالده ولات متابعين الاوفي دابا غادي نطلعوا السطح الوالدة على جد يبو هذا الحوت قولك ياسين ما تحقش المرحة شي مناسبة كاينة هنا انا اه هو الحوت دابا خليك خليك اه هو سمعت الدجاج شرب لا لا زوين والله القسم الى وزدت هذا عاد زدتيه هذا هذا ما يكفيش ها انتم والله والله حنا بالك السمطة خليوها اللي يديروا باش يطاشوا ها انتم قالك محراط قاد انا ما قديتش شو كي داير الزمن جوج ها ها انت ها هذه وحده قطعتها تيصلق ليا وهذه انا قطعتها الراس ديالها ياسين اجي شد الكاميرا هكا غادي نديرو الحفصة واحد المقلب واعر الصراحة ايوا يا ما نصبح يا حسين والله ملي تيجي منه الخوف منه واخا هذا الريوس راه ماشي ضيعوش اه قلت لها الحصه قالت لك امي لا ما نديروهم مالك حلتيها عليها الوالده حلتيها على الحصه الله العظيم ياك الوالده الله يرضي عليك اه والله صافي وحنا تنقطعوا بحال طروف هذا اللحم ها انا قطعت هذا هذا الواد سميتو الفرخ الفرخ ها تبارك الله ها غير اللحم فيه غير اللحم شكون الفرخ ما فيه لا شوك لا والو ناضي ناضي حيت لو ندير له جلده لا والو لا والو ما كتحيديش الواد بس الا حطيه حيتي له جلدات هذا اللحم كله تيتفرد تيتقلع ام حليمه اش كتقولي لوام حليمه المتابعين ديالك الله يخليك حليمه غتعدل هذا وراني فرحانه واحد الفرحه دابا نشاركها مع ما تحرقيش المراحل ام حليمه لا 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 خلي ام حليمه تنديروا داك الشيء اسطوري نديروا داك الشيء ام حليمه اسطوري خيالي ملكي باين لي حوتا ولدي شو شو كي داير هاد الشرن هاد الا درتي ام حليمه ديك اللقطه ما تعقلش عليك والله اي والله والله العظيم عسك الله لا تنشرك هيك مع وليدي ام حليمه تا المراحل لا ايه نعم ماشي دابا لا ايوا شوفوا انتم جديده ولدي لا جديده والله القسم الى شي حوت ديال القلب لو تاكلتي تيشو تبرد عافيه تبرد غديده والله العظيم خير الخير موجود اللهم لك الحمد شكون هذه اللي طالعه ها هي حفصه جا جيت انا حصرت دابا لك حفصه دابا راه حفصه لا لا نديروا شلايف حتى شي ريد اخر هنايا الشمس اه ضروري صح صح علاش فيها الضوء الشمس راني ما غاتبقى انتم المتتبعين كتشرق على على هاد الجهه صافي باش نديرو هنا الشريط كتشرق على هاد الجهه باش نديرو الشرجم هنا خص شي كاسكيط هنا خص شي كاسكيط هنا دابا عندهم ليه هنايا واحد تشوف شي دابا بحال الباش ودابا هاد اللي بالك كتجي طول هكا غيضرب هو هكا راه تجي غير يتحط وغيتفيكسا واحد سميتو هنا راه تجي كامله شاده تيبان لي انا ديسان هنا الا جات كاسكيط غتضرك عليكم والله الا شفت هذه باش كتسلي ليا هي شنو حفصه كاد الحوت عليك فاش يوم الشزه ويلي 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 حفصه كلا لها مش الحوت ويلي 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 يا رب لا علاش هاد الشيء حفصه الله عسى لا عسى انا اللي هزيتو الصراحه بغيت نقول لك واحد ما خلاتيش الوالده
ديال ايوا راسك انا كندير ياسين داك العام عمري نساها هي ها انا عاد خفت منه ما تخافش ما تخافش سرح صح الله كندير على ياسين واحد العام تحت منك هيا حفصه انا ما حسبيش غادي يكون فيه الدم صراحه لا بيها ولدي الدم كاع لا يا احنا عاد نغسلوه دم البارفان ربيحه والف يخلص هو ماشي قدام هاي الليل حمد كي داير ها انت وليداتك الصحه والراحه لوليداتك يعطيك الصحه نديرو له هكا تنحيدو له الشليده تيجينا عاد انتوما جي سر وتقطع له هذا وتحيد له الرويص بالصحه والراحه المهم المتتبعين ها انتم معنا حتى نكملوا معكم ان شاء الله الفلوق شوفوا شتي شد الحسن هاك شوفوا سمعتوا اش كدير هدى اش كدير تما ايوا انت تعاون مساكنات كل وحده شاديه ايوا كاك المعاونه مع نصاره ولا اربعه خساره اش قالوا حتى الاولين خو حسين انا جاي عندك حنا صيفطنا له الفطور دابا عاد انا جاي عندك صافي ايوا نشرملوه ونقادوه ان شاء الله غيجي زوين وجديد ان شاء الله يا الله يلاه غزال ان شاء الله يا مولانا ودابا غندير واحد الاطلاله تيتيش راه شنو فين وصل غداك شنو وصل الشرموله ديالك ها وصلت الشرموله يلا تنجاب كيطيب في الاير فراير ياك ايوا كنشوف هاد الخضيره بلي ما بقى فيها ما هي ما عندهاش الحل واقيلا يعني صافي ملي كيدير البنجال دوك اذا فكرتي فشي حله نقدروا نديروهم محتوى ولا كتشي ياك الله خاصه منهم محتوى ولا تداول شي حاجه اللي ما غطيش شي حاجه اللي ما غطيش والله الا عنده الحل غير هو دابا الصراحه الله يسمح لينا راه الناس ماشي دابا نشوف صافي ما عندوش الناس زمان الحسن راه كانوا ما كيلوحوش على الخضره راه يديروها في الكوكوت واخا يديروها غير بالزيت وهذا وياكلوها بحال هذا يدار في الكوكوت هكا هي يقدر يقدر والله الا كيهبط بالكوكوت كطيب دابا مره اخرى خاصكم تبقاو تشوفوا الكميه اللي غتكفيكم بقيتي بالواحد غير شويه دابا ياسين دابا حنا عندنا كنتسوقوا الثلاث وعلى الخميس وعلى السبت بقى الانسان يجيب شويه 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 دابا ياسين كنت تجيب غير شي شويه حيت صراحه الله كاينه واحد المفاجاه ان شاء الله فهاد السيمانه اييه وكنتو ما تكثرش علينا الخضره ان شاء الله خلي بين ما قرب ان شاء الله الحال وغنكتشفوا ان شاء الله الجميع يلا بقاو معنا الخوت المفاجاه قلت لكم تيتيش لا الا مفاجاه ما عادش نكذب عليكم ان شاء الله باذن الله عليها قلت له جيب غير شويه الخضره السلام نو شفت الحسن شنو شفت الحسن انا اختي انا جاي انا جاي انا جاي غسل سير دوري على راسك سمعنا يا صافي كنت تشرب الحوت انا وياك اخنا لك والله ترى الوالده الطاجين احسن انا يا سيدي الله يعطيك الصحه غير عاونوا وحصه ضروري شنو سمعت كاين تعطريه كلشي هنايا هذا راه مشرمل ناضي دابا غادي يطيب وتسناو النتيجه ريا جيتي من المدرسه صافي شنو قريتي يلا قولها لهم دابا بصوت مرتفع جودي لاندي مغدي مخدي جودي ومطغودي صمودي اديمونت برافو عليك راسك فق على راسك كلهم الف باء زين الف باء جاء خاء جيم حاء صاد عين راسك فق على راسك عاوتاني ا ب س ت او ف ج ا ف و ويت من الويت من الويت يا صاحبي ها لا لا واعر هذا النهار الغدا على حسابي انا وياسين ياسين انا بابا كنخاف عليك كنخاف عليك كنخاف عليك اولدي لا ما تخاف يلاه سير يلا متابعينا الاوفياء كما كتشوفوا شنو غادي نستعملوا دابا شرمي لهاد الحوت لا 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 نقي لك اخويا دابا ونعطيك يا سلام زيدي 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 بارك عليك صح سيتي ما عندي ما نقول زعتر هادي ولا زوكني الزعتر هذا الزعتر ماشي زعتر لا لا الزعتر شتي شتي تحمات عليه علاش ياسين كيجري اخويا طلع للسطح جاي ماشي خاطري قلبي راه بين يديك ماشي خاطري الديسك ديال الشاب الحسن
على الصراحه بيض درت له شويه ديال الملحه كمون شويه الحار والزعتر نحط الغالي والحامض والثومه خلاص يا تيجي عالمية يا والله دابا خليه هنا طب الملح شغل رؤوس الشن هنا لا هو ولا هو الحاجة اللي فمو لا لا هو كل حوت والله هي البطاطا هذه ها هو ها هو ها هو ها هو شو احسن شنو غادي تصايب دابا هنايا الزعتر والملحة وشوية الكمون وشوية الزيت ياك والحار الزيت درتيهم شوية الزيت ضروري باش كيتجمع داكشي يعني عطريا خفيفه هذه هذه الصغيره هذه لا هذه هذه غتصيبو بها شلاله واش غنصيبو بها حصاد هنا هذيك زعلوكم كيف متابعين راه فيها حصاد نرجعو لكم ان شاء الله يا ربي باش نوريكم الطريقه زعلوكم مع حصه كتصيب واحد الزعلوكه واعره شاركوا معهم حصه زعلوكه اه شاركوا معهم مرحبا يلاه جوج دقائق انا معكم ايوا هذا هو السبعي ديالنا كما كتشوفوا الزعلوكه ديالي كطيب شربت كلش الصراحة هو كلش شحال فيلي بقى شحال ما تشرب واحد عادي زيد الفلا عادي زيد الدنجال المهم راه كلشي عارف غير حيت نبغى نشارك معكم حيت كتعجبو صافي بغا نشاركها معكم صافي ان شاء الله تعود الربيع والثومة والدنجال الفلفلة وما فيش ان شاء الله يا ربي ونديرو هنا عطرية شوية ديال الملحة شوية ديال الكمون شوية ديال التحميرة وشوية ديال البزار والخرقوم صافي ان شاء الله ونخليها تشحر شوية ديال الحار هنا شليضة ديال الزو بطاطا ان شاء الله ونقطع عليها واحد بصيله مشحره واحد بصيله كامل مشلضه وشويه ديال الربيع ومليحه وبزار شويه الزيت وصافي وجدنا مسكينة كتجمع البيت ديالها كتخمل شويه هي فقط بكري مع ريان وجمع في الدار وعافيه انا كندير الغداء المهم معاوني الحمد لله وغنتغداو ان شاء الله يا ربي في السطح صراحه الله فاش كنتغداو في السطح وكنجلسو في السطح شي كتبقى الدنيا مجموعه بيومين ثلاثه مع كنجمعو هنايا الدار والله العظيم ايوا هادشي اللي كاين ان شاء الله يا ربي دابا غندير الزعلوكه ديالي ان شاء الله ملي غنبقى نحطو ان شاء الله وهذا غنشاركو معاكم ان شاء الله يا ربي يلاه بقاو معنا ما خلوش احسن كما غتشوفيني فين غتمشي نمشي مع صحابي لا 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 شافوا داك الفيديو ديال الحوت الا خوات ما غنمشيو تغداو تما غنمشيو للمولاي اخويا نسخاش بك واش انا نسخا بك باش نسخا بك نخليك تمشي والله لا تهضر معايا بصح والله ما نقدر نخليك تمشي بالله نسخاش بك علاش مع صحابك كاع كثر كاينين زوجين وكاينين زوجين لا لا ما نخليكش تمشي ما نسخاش بك واش غادي تبقى تدخل عليا الكوزينه وبقى تبعني وشكون بس يعطيك الكلمه لا لا ديك الكلمه قولهم مرضينا هادي قال لك ندير لك زعلوكه غدا غدا نمشيو نسد الشارع او سد والعشية غدا نمشي للفات ولا غدا نمشي نسد الشاهد يا خويا ما عليك حكام مزيان مزيان تبارك الله مزيان لا لا عطيني واحد الله في هاد الجوج سمح لي فين بغيت ما حتى واحد كاع اللي تلقى في الدارك ولقى في خدمتك يعني في خدامة صراحة صراحة والدة عندك خدامة ديال ولد ها هي شوف هما يولوا يحكموا دابا والله غير عيونا الدار شوف انا ولا نمشي قولي لي وحده شنو نمشيو شنو في داك السد الكبير اللي كنكون فيه الحوت غير مع الدراري ولا غنمشيو لفاس ناكلو داك الحوت البيض خليه مزيان السد الكبير داك السد زوين زوين ولا اخر الحوت الاخر ايوا كلشي زوين وين ما بغاتش اشنو قلت لا نور واش مشي ياك ولا صافي الا قالت لك ما تمشيش ما تمشيش واش الا قالت لك ما تمشيش واش غتدي معاك حفصه لا مع الدراري قال ما لا رقبوني مساك قال كعطيك احسن بغينا نستنى ديك البلاصه ملي نحس انا زعما غنمشيو كون لا من غادي خير بكره نمشي انا وكريم ويسر الفرحه وغنمشيو مع واحد الدري تبارك الله حفظه صح ايوا ماشي مشكل ايوا كان هذا هي لا وين كاين واحد الشرط بالخاف لا نمشي غدا نمشي بعد غدا عاد انا غير نشرط عليكم سمعوا لا لا سمعوا الشرط راه نمشيو ندوزو نهضرنا غدا الصباح نمشيو نفطر ان شاء الله على برا ونتغداو وندوزو لحنا المولاي عقوب شويه ونجيو والله ولا صافي كنتي تي المولاي عقوب انتم والله تنديكم للسد شوف شنو غدا شنو غدا خميس الجمعه الجمعه يقدر ما نلقاهمش ها لا لا ما تيكونوش الجمعه نديرو السبت يا السبت غنديكو غادي تاكلوا الحوت في سد الشهر وغتعوموا في مولاي يعقوب ان شاء الله ونجيو بحالنا ايوا ان شاء الله صح ولكن كاين واحد الشرط وغدا انا ما غنكونش خصكم فيديو ديال المتتبعين تصوروه بيناتكم تي وسنتي وتيتي شو الوالدة وكذا انا ما كاينش عاد تخرج جيب لي شي كادو جيب الكادو كتشد انا لكم الكادو انا اللي غنديكم ست الشهر ونوجدكم مولاي عقوب تعوم وين السبت سير تقدروا شوف 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 نمشيو للجمعه علاش حيت الجمعه كيبدلوا ما بالخميس بالليل
لا نمشي والملاعقب غير بحال الحوت ما تيكونش الجمعه. لا غير السد هذاك ماشي بحال المحل. هاي هذاك السد راه السد ديما تيكون فيه الحوت. ربي ها ديما هو ماشي بحال المحل تيصدونا الجمعه. ايوا صافي مشات الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله ايوا احنا واجدين ان شاء الله ولدي صافي وغتخلو الحرشه والرايب ديال تا وسطات تا وسطات خيار ايوا ان شاء الله ولدي الله يسهل عليكم الله يرضي عليكم. صافي نعطيكم في الدراري صافي صافي هذا الفيديو ديالكم ما شغلينش ان شاء الله نخليكم التليفون ونزيد انايا صافي هادو غنعبر هبط كيموت على المدبر ديال الفريق يلاه بقاو معنا توجدوا ان شاء الله الحوت باش نعرفوا الحكام ديال العيال هما اللي حاكمين كيما كتشوفوا ها هي اهلا متبعين ديالنا كما كتشوفوا بدينا القريب ديالنا ان شاء الله عندها اختي ودا القريه الاولى راه تحيدات والقريه الثانيه راه طنطلا تبارك الله عليك الله يا ربي ما شاء الله عليك ايوا ان شاء الله تكونوا بالصحه والراحه مسكينا راكم عارفين كيفاش كيتوحم فاش كيطيب بحال راه ما كياكلش مزيان مشكي باش تبقى طيب تطلع هذيك الريحه وما كترد وما كتاكلش شي عندي ماج ديال الكره ياك وين عندي ماج ديال الكره بالبيت كدير سخينات باش عرفوا الراجل ديالكم واش مازال شاد الصحه نوريكم واحد الحركه قولوا ما يديروها الا عرفوه الا ما دارهاش راه شاد ولا دارها هو انت ما تقدريش ديريها ها ديري ها 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 يا بنتي ما شفتيش ولا لا لا ما شفتيش ولا باش نقول يا ربي امين يا ربي امين داك الشيء باش نقول العمر مازال ما شفتش لا لا سبور كاش ما بقاتش انا مزيان الله على ما شويه قولوا ملاها اللي كيلعب كره وهناها 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 الى دارها راسك اختي والله مازال الله يحفظها الى ما دارهاش بدلي شوف معايا انت كيفاش تسال عندهم الله يتاوي كل واحد اللي دار نتيتيش زعما زعما الغزال كيفاش صراحه تستاهل كل الخير والله العظيم احنا واقفين معاه الحمد لله يا ربي والله يكمل الحمله ديالها امين على خير ان شاء الله ونزيدو نوقفوا معاه ان شاء الله كثر وكثر والله العظيم حتى هي مسكينه راه ما نساش عليك ليا فاش كنت غنولد راه وقفت معايا واحد الوقفه عشان نقول لك اللي ما تنساش لا هي ولا اختي رشيده المهم الحمد لله بيناتنا مازال شويه مازال الحمد لله فين ما كان شي حاجه الحمد لله كان ضامن مع بعضياتنا وحده ما كتخلي وحده الله يخلينا يا ربي ديما هكا مجموعين قولها لا يفرق فينا يا ربي شي وحده امين يا ربي امين الله يتاويكم اختي ان شاء الله اختي ودا ملي غتحط الكاميرا واش غادي نخرى على الفريغو غنجبدها دابا تبرد شويه كاين هنايا اختي تي هنا غندخلو معاك اختي هاد البيت شحال بارد يا ربي انا غير نتغدى ونجي نعس هنايا غزالة يا اختي شنا حيت تجمعهم حنا كاع مازال ما كملنا الحوت ماشي مشكل حنا ما دخل يا نيت باش ياكلوا سخون واش راه حسابك جاك الطاجين واه عاد وريت لهم اخويا وريت المشاهدين تبارك الله عليكم راكم حاجتي واجين عالمي والله الا عالمي صح غزال ها وغزال باين طالع فن باين هو هذاك عاود يا غزال اختي ايوا رخيصة على ياسين شتي رخيصة؟ لا هي اخويا ها رخيصة شهودة عزيزة وغالية علينا ياسين اختي يا غير تشها علينا اخويا ونطيبوا لها هذه وغادي الناس اللي نطيبوا لها وتوليك شي كتكوتة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي انتم مرحبا على الراس عليك الله يرحمك شتي الوالدة محيح ياه شنو؟ وهذه جاية محيحة الوالدة ومحيحة لنا ايا خلاص با ها هو جاي نبي مازال ما حطيتي حتى حاجة هبا مازال ما حطيتي حتى حاجة هبا لا شفتو في الزنقة تجي عنده دابا ما تجيش عنده سكت كت بو هذا هو اللي حاكمها ها هو اللي حاكم الأصغر إيوا ضروري شارو الضو يا نهار شارو واخا عندك غير يا يا صديق شي بيبي دريا الوالدة جات عطيني ام حليمه ام حليمه حليمه ديال الطيبه السلام عليكم الوالدة تبرعنا هانتوما تشوفوا الكوزينه تبرعنا الله يبرعهم ان شاء الله الله يحفظهم امين الله يخليكم ان شاء الله الفوق عرفتوا كيفاش تبرعوا المفاجاه ديالكم ما درتي لا والو لا ولا واش ليلى غادي تكون ان شاء الله غادي تكون ليلى مهمة يسريها شريت مفاجاه مخبيه عشان انا هاد الليله هادي راه محسن يلاه حصري لنا اتينا واتينا نشوف هاك كمل الحصان
يلا عاوني عاوني ياسين هاتي بغي الحسن تيبغي عاون حفصه قالت لك الحسن تيبغي عاون حفصه ولكن شنو نقول لك حفصه ماشي كلشي يمكن نديرو فيه تيك توك لا ما بقات ما بقاش تبصل الشلاضه غير استا غير استا اشي مشكل ايوا تن نقطع الكاميرا ممكن نزيد تبصل شوفي الواد كي داير شي ديال لي ضو عندو شي عاون عليها هيا زين هذا الزين شنو شنو شفتي دابا الوقت ديالها شنو نمشيو هو اللي حكم لازم خو سماح شنو هو اللي حكم شنو وي با ايا با شنو تشوفي شنو حد يا ريان شنو جاو حد يا ريان شنو شي شي الابن ديالها بيكار شنو ما دايرش فوالا اوبا لا ريان شنو شاطر شنو هذا الاسم هذا ايوا عارف دابا راه ما بقاش ياكل بزاف انا ولد خاكك ما باش فيه الشرس راه خليه مسكين صغير الله يطول ليه في العمر حنا الفرادي السله ديالنا ما كنشربوش الله قسمي الا مات مسكين واش الشيف كاين ولكن وجهه جبل الله يطول في العمر يا ربي كل واحد اللي عنده والديه الله يخليهم ليه ايوا الله يرحمهم غادي ما كتشوف هذه الوالد حجويه حجوية ولا ما كتبغيش؟ حجوية هادي سيري غافاطينة غافاطينة سيري غافاطينة عندك 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 طيحة هبقى لقيت على رجليا هبي هبي هيا فين فاطمة الزهراء؟ فين هي؟ كاينة 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 موجودة بقاو معنا بقاو معنا وصافي كاينة الأوفياء كما كتشوفوا واحد الجلسه اللي جد رائعه الصراحه الله يلاه فنا وليداتنا الله يلاه غزاله جلسه فنانه اجي راهي حدينا كيفاش تقلا كيفاش ولا هي حتى هي باغا تشرب اجي نهز نقص اش كديري تما قال لي خطيتي ساعه بنتي شتي احنا قاعدين هنا انت الهي والله يعطيه لنا في القلب وليداتي ما حنا تسعين في الدنيا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا ربي وحليمة فوق الزرده الليله ولا ما تبقى خدر معاها خدر خير وحنا يتعشى معنا وحسان ايوا ما شاء الله يا رب يلا ام وحليمة بيني لنا شنو كاين هذا الشيء صافي المفاجاه ياك ما هذا الشيء غنقول لهم انا داك الشيء كي غنقول لهم دخلنا عليك والله ياسين دابا هو اللي عطى الاوكي اش مشي اسم دابا ام وحليمة قول لها دابا الصراحه انا ما خصوش حق المراحل دخلنا عليك خاصهم داك الشيء توتوبسيون صافي السلام عليكم فاطمه الزهراء شاد هذا الغبور عيط لنا بابا من نازل وقالت هبطي تضربي الفطره خديجه شافك والله الا حنا نجيو مالك حتى عندك منا او بزاف ها ديال الكيلويات والله ما عندنا على كل شيء زعما غير الدراع ايوا يلا متابعينا راه كنقول لكم باي باي عليكم ان شاء الله في الحلقه القادمه السلام عليكم.